أخبار اليوم. بنرحب بالدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة تعدين مجلس الأعمال المصري الكندي في حوار لبوابة أخبار اليوم. أهلا بك وائل. كنا حابين يا فندم نعرف في البداية إيه معوقات الاستثمار أو قطاع التعدين في مصر، في الشركات اللي بتستثمر في مصر، إيه الحاجات اللي بتقابلكم معوقات وكنا نفسكم تغلبوا عليها يعني؟ الحقيقة رغم المجهود الكبير أوي الحكومات المتتالية حاولت تعمله في القطاع، لكن لحد كبير جدا احنا لسه مش عندنا عدم وعي كبير، ومحتاجين بناء قدرات عشان نوصل ان احنا ننافس مش بس عالميا، لا ننافس كمان اقليميا. الحقيقة يعني ما خفيش عليك انه جميع الدول المحيطة سواء كانت السعودية سواء كانت المغرب في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، يعني ناهيك عن غرب افريقيا، تقدمت كتير جدا في موضوع الثروات المعدنية وازاي تتعامل معها تشريعيا وازاي تجذب الاستثمارات، لان دي استثمارات طويلة الآجل وعالية المخاطر. فالحقيقة ان احنا كدولة بننافس الدول المحيطة ازاي نجذب الاستثمارات دي. هم وصلوا للحقيقة ديت وتعاملوا مع مؤسسات دولية بخبرات متراكمة، خدوا منها اللي يقدروا عليه بدون اي مشاكل ولا حساسيات ولا شعارات في الثروات اللي جوه الارض وحاجات زي كده، ووصلوا ان هم عرفوا يعني ازاي يشرعوا ده ويبتدوا يدخلوا استثمارات كبيره للبلاد بتاعتهم. يعني احنا على قد ما بنقدر بنحاول من خلال منظمات رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ان احنا نغطي الثغره اللي موجوده، ثغره المعلومات الحقيقه، ثغره المعرفه اللي موجوده بالنسبه للمؤسسات الحكومية، وربنا كريم إن شاء الله. طب حضرتك اتكلمنا عن إنشاء هيئة الثروة المعدنية اللي هو تحويلها لهيئة اقتصادية بدل ما هي تبقى يعني جذب الاستثمار، وفي مشروع قانون بيتعمل لها أو اتعمل خلاص وخير من فترة، كنا عايزين نعرف تعقيبك على الفكرة. والله طبعا هي فكرة ممتازة، ومش دايما المشكلة بتبقى في سيولة الأموال. هيئة الثروة المعدنية هيئة محترمة جدا وهيئة عريقة ومن أوائل هيئات الثروة المعدنية أو هيئات المساحة الجيولوجية في العالم، يعني نقدر نقول بمنتهى الأريحية هي من ضمن أول عشرة. دايما كده في معلومة بتتقال بتتكرر إن هي تاني هيئة، لا هي من ضمن أول عشرة في العالم. الإنجليز الحقيقة قاموا بالدور ده يعني، وكان أول واحد كان مستر هيوم جورجز كبير جدا كان هو متولي رئاسة الهيئة. الحقيقة كان في اقتراحات متتالية من رجال أعمال، أنا كنت صاحب اقتراح مثلا إن احنا نعمل صندوق سيادي للثروات المعدنية في مصر وتتحكم فيها أو تديره هيئة الثروة المعدنية بما ليها من خبرات متراكمة، مع بالتعاون طبعا مع مؤسسات دولية عشان ندي مصداقية للكلام ده، ونقدر بكده يعني نقدر ان احنا نسيطر على المخاوف كتيرة من في مواقات الاستثمار والبيروقراطية وقلة المعرفة وحاجات زي كده يعني. طبعا اي تقدم سواء كان إعادة هيكلة الهيئة، فصل هيئة المساحة الجيولوجية ونخلي فيه كيان لهيئة الثروة المعدنية زي ما كان موجود زمان مؤسسة التعدين، أو هيئة المناجم المحاجر منفصلة، طبعا الكلام ده بقى مش رفاهية، ده بقى حاجة أساسية إن احنا نعملها في أسرع وقت ممكن. حجم القانون اللي صدر مؤخرا في بعض الملاحظات كانت عليه وفي بعض التعقيبات من قبل الشركات، كنا عايزين نعرف رأي حضرتك فيه. خليني أقول لحضرتك حاجة، السيد دولة رئيس الوزراء معالي المهندس شريف إسماعيل اجتمع بينا في الموضوع ده 3-4 مرات، وإحنا كممثلين للجنة اتحاد الصناعات المشكلة وممثلين لمجالس الأعمال وغرف اتحاد الصناعات اجتمعنا حوالي 100 ساعة عمل ما يقرب من ذلك، وكان في يعني قانون الثروة المعدنية ولد بصعوبة جديدة جدا، وهو قانون الدولة بتحاول تجدده من سنة
من الثمانينات. القانون 86 لسنة 1956 قانون محترم جدا جدا جدا. المشكلة الوحيدة في القانون انه التعريفة المالية، كان في تعريفة مالية، والتعريفة المالية مع الوقت طبعا ما بقاش ينفع انك تتعامل مع المليم والحاجات زي كده يعني. لكن احنا كناس معدنين وناس مستكشفين كنا بنحب القانون ده جدا، وكان رأينا ان احنا ندخل بشكل سريع نغير التعريفة المالية ونخلي كل حاجة زي ما هي تتطور مع الوقت. يعني مش معقولة انت عندك ايه اللي بيحصل، انت عندك قانون، مش معقولة علشان عايز تغير التعريفة المالية اللي فيه او تغير اي حاجة فيه انك تعمل قانون من اول وجديد خالص. ليه؟ قانون محترم جدا، كل اللي انت عايزه انك تعمله ابديت. وده كان رأي كل المعدنين. بعض السياسيين كانوا ذو الرأي، يعني منهم كان احد نواب رئيس مجلس الوزراء كان لي رأي ان احنا نعمل قانون جديد خالص. طبعا ده في التعدين مش ده اللي بيحصل في العالم، يعني انا بتكلم على 11 بروفنس في كندا، بتكلم على استراليا، بتكلم على جنوب افريقيا، مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان هم بيقدموا بيل وبيعملوا الابديت اللي هم عايزينه وخلاص. اعتقد انه بعض الأشخاص استغلوا رغبة الدولة في زيادة الموارد أو زيادة التعريفة المالية في القانون، وهي رغبة مشروعة ومبررة جدا. ده كان تم استغلاله بشكل ما أو بآخر، أنه نفرض سيطرة حكومية زيادة شوية في بعض مواد القانون. ده رأيي الخاص ورأي ناس كتيرة جدا. يعني القانون اتخذ رأينا في حاجة كتير قوي، عرفنا نعدل فيه حاجة كتير قوي لصالح قطاع الأعمال، غير راضيين بالمرة عن بعض الأمور اللي فيه. خليني أقول لك مثلا، لو احنا بنتكلم مثلا عن الذهب والمعادن النفيسة، القانون بيلزم انه عشان تشتغل في الذهب والمعادن النفيسة لازم يبقى بقانون خاص. ده ما كانش موجود قبل كده، كان قبل كده إجازة، يعني يجوز انك تشتغل بقانون خاص. فانت لازم تدخل بقانون خاص عشان تشتغل في الذهب والمعادن النفيسة، وده يعكس صورة عدم استقرار في المؤسسات الحكومية قدام مستثمر، لأن الدعوة المعادن النفيسة محتاجة، أو المعادن الأساسية البيز ماتلز محتاجة استثمارات عالية جدا، ومحتاجة نو هاو عالي جدا، معرفة وخبرات متراكمة كبيرة جدا. فأنت بتقولي كده ولا أنا مش هدخلك لغاية لما أعمل لك قانون، طب أنت عايز تحميني من إيه؟ كويس. فده بيدي مسج يعني. وبعدين المشكلة انه ما جاب لكش سيرة القانون، الفريم بتاعه ايه يعني، ما جاب لكش اي سيرة عن القانون. هل النظام الاتفاقية هيبقى ايه؟ وده كلام مهم جدا. هل هيبقى مثلا مشاركة في الانتاج، مشاركة في الارباح، ولا هتبقى اتاوة وضرائب؟ العالم كله بلا استثناء شغال اتاوة وضرائب. السيد معالي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، كان سيادته وزير البترول والثروة المعدنية في حين، يعني طلع مشكورا وأعلن للعالم كله بشكل واضح وصريح جدا أنه اتفاقيات الذهب والمعادن النفيسة هتبقى بنظام الإتاوة والإنتاج. الدولة تاخد كل اللي هي عايزاه وكل اللي هي شايفاه حقها، بس ما تحط ليش نفسك في كل مشكلة، في كل بروسس، في كل فيز أنك تدخل تعمل approval أو rejection. فدي كانت مشكلة كبيرة. وإحنا مش كمعدنين ما عندناش مشكلة في الكوست ريكفري، في آلية الكوست ريكفري اللي هي يعني استرداد التكلفة. المشكلة عندنا انه علشان يبقى اي اتفاقية اقتصادية عشان تبقى متوازنة وعشان تبقى مربحة للطرفين، لازم في الاخر نوصل انه ما يبقاش عليا بيردن او في الحدود في الوقتيه او حدود الاستثمار بشكل ما. وده من ضمن الحاجات. حاجات تانية طبعا نسب الاتاوه، نسب الاتاوه، ارقام الايجارات، اوقات الاستغلال والاستكشاف، والمناطق المتاحه للاستكشاف على مسافه بعيده جدا من المعايير الدوليه للاسف الشديد. يعني كنا نحب نشوف حاجات، مواد تساعد على الاستثمار اكتر من كده بكتير، اكتر من المواد اللي كنا بنشوف فيها الهيئات الحكوميه بتتصارع فيما بينها على الموارد بشكل مخزي يعني للاسف. يعني من ساعه نشر في الجريده الرسميه واصداره عن طريق السيد رئيس الجمهوريه بقاله سنه، ولحد التنفيذيه بقالها 5-6 شهور. يعني الامور ممكن تبان الحقيقه، والحقيقه انا هنا عايز الفت انه
السيد رئيس الوزراء في وقتها كوزير للبترول والثروة المعدنية كان ليه دور كبير جدا في إعادة خيوط ثقة كانت مفقودة بشكل كبير ما بين الهيئات الحكومية وبين رجال الأعمال. في مشكلة في القانون كبيرة جدا، لأنه دايما السادة الحقيقة أو بعض السادة المسؤولين مش كلهم يعني الحقيقة بيقولوا أنه والله القانون الجديد ما فيهوش أرقام خالص. لا، القانون الجديد فيه رقم مخيف ورقم مرعب، وكنا حاربنا كتير جدا عشان نغيره، اللي هو قانون اللي هو رقم الإتاوة. هو حاطط إتاوة 5% كحد أدنى، فابتدينا في اللائحة نشوف إتاوات توصل ل 9% أو 12% أو 14%، وده كفيل إن الشركات تطلع بره السوق أصلا، ودي أرقام مرعبة. الدولة ممكن تاخد اللي هي محتاجاه، لكن مش في شكل إتاوة، تاخد في شكل ضرائب، تاخد في شكل تنمية مجتمعية، في أشكال كبيرة جدا الدولة ممكن تاخد الحق المجتمعي، لكن إتاوة من الإنتاج الأرقام العالية دي إحنا كده دخلنا إن هي ما تبقاش اقتصادية أصلا، ودي مشكلة كبيرة. احنا كلنا عايزين الدولة تقوم، كلنا عايزين يبقى فيه تنمية، لان كل ما يبقى فيه تنمية للمجتمع كل ما احنا هنبقى مرتاحين كأشخاص، احنا كلنا افراد من المجتمع، لكن ده لازم يبقى محسوب وموزون يعني. طب الإتاوة الموجودة في العالم ايه؟ لا، كلمة إتاوة في العالم دايما تناسبها 1% 2% 2.5% وضرايب لغاية 45%. انا اعلى إتاوة شفتها كانت 12% في دولة نامية وغير مسجلة، يعني مش معروفة كدولة، بس كانت على حاجة ريزيرفد، يعني انا اوريدي هنا في حاجة اسمها ميجرد وانديكيتد. اه بالضبط، لكن احنا عايزين نفتح الابواب للاستكشاف عشان نطلع جوه الارض. في مشكلة انت النهارده عمال تقول الاجيال اللي جايه، الاجيال اللي جايه، مين قال لك الاجيال اللي جايه اصلا هتستخدم المواد ديت في حياتها؟ يعني انت النهارده شفنا هولندا وهي بتحتل اندونيسيا علشان جوز الطيب، عشان النوتميج، الكلام ده كان سنه 1600 وشويه. فين جوز الطيب النهارده؟ فقد اهميته تماما كخام استراتيجي. احنا مش عايزين بالبلدي كده نلبس المواد المعدنيه بتاعتنا، عايزين نستغلها، بالذات ان احنا كحل اقتصادي احنا التعدين يقدر ينقلنا من حل لحال، زي ما حصل في بيرو، زي ما حصل في تشيلي، زي ما حصل في دول زي في افريقيا، طبعا زي تنزانيا بتستخدم ككيس ستادي في كل الدراسات، ازاي قدرت تحول نفسها، ازاي زادت من فرص العماله، ازاي الضرائب زادت بشكل كبير جدا كمداخل للدوله، ازاي المنتجات التصدير بتاعتها فيها شق كبير جدا منتجات تعدينيه. للاسف مصر سنه 2015 تم تصنيفها كالدولة رقم 117 من 122 دولة في القدرة على جذب استثمارات تعدينية، وده تاني أسوأ دولة أفريقية بعد كينيا، وإحنا ما نستاهلش ده الحقيقة. عندنا كل الإمكانيات، عندنا كل الأدوات، عندنا كل العقول، لكن ناقصنا التيم وورك والكونفيدنس إن إحنا نثق في بعض شوية أكتر من كده يا جماعة، وربنا ان شاء الله كريم، كل حاجه باذن الله لي حلال ان شاء الله. طب انشاء مجلس اعلى للتعدين، هل ده يكون حل شافي او كافي للقطاع عندكم؟ الحقيقه كان في، وده برضو خليني والله اقول للناس حقها، يعني اوفي الناس حقها، وده كان مهندس شريف اسماعيل اول واحد وافق عليه، وانا ما بقولش كده علشان اجامله لان انا ماليش معاه اي مصلحه الحقيقه، لكن هو راجل محترم. الحقيقة انه حصل مجلس استشاري لأعضاء من الغرف التجارية ومن المجالس التصديرية، والمجلس الاستشاري ده ليه دور كبير جدا في عملية التواصل ما بين الشركات في التشريع وفي تغيير أرقام معينة في اللائحة، واحنا نأمل عن طريق المجلس ده ان احنا نغير حاجات كتير قوي في اللائحة اثبتت بشكل قاطع عدم يعني مناسبتها لقطاع التعدين. واللي انا ارجوه بقى الحقيقة انه يعني مش هينفع ان احنا نتوقع نتيجة مختلفة لو تعاملنا مع نفس الاشخاص وبنفس السياسات. يجب ان تسكن الافكار الحديثة والافكار العالمية، يجب ان تسكن مبانينا العتيقة والقديمة فور. ده يعني دعاء كده وربنا ان شاء الله يكرمنا فيه. بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر في قطاع التعدين والذهب بشكل خاص كام دلوقتي، أو الشركات اللي داخلة في السوق المصري كام دلوقتي؟
للأسف الشديد جدا. خليني أقول لك في على المستوى المحلي والمستوى العالمي. المستوى العالمي السوق التعديني في شكل كارثي، يعني الناس كلها بتصرخ إن سعر البترول، سعر خام البترول تحت $60 البرميل برنت وخلافه. التعدين احنا في الشكل ده بقى لنا 5 سنين، يعني مثلا في 2012. وخليني برضو دي مشكلة كبيرة عندنا، انه الناس بتسمع رقم وتفضل تردده ومش واخده بالها ان الوقت عدى. في 2012 كان الاستثمارات العالمية في النون فيرس ميتلز 20.5 مليار دولار، كان نصيب مصر فيها حوالي 0.004%. كويس. كندا كانت 12%، لاتين امريكا كلها القصة اللي هناك دي برضو حوالي 7%، استراليا 5%، روسيا 3%، في الحدود دي. الرقم ده 20.5 مليار نزل بقى 14.5 مليار، نزل بقى 2014 بحوالي 10 مليار دولار وشوية. حجم استثمارات في قطاع النون فيرس ميتلز في الاستكشاف، استكشاف المواد النون فيرس اللي هي بتبقى بنتكلم على يعني مواد كتيرة، مواد خام كبيرة، يعني الذهب والمعادن الأساسية والنحاس فكل ده بيتراجع. طب ده احنا عايزين اصلا ان احنا نجذب هذا الكلام، فمش معقول يا جماعة، يعني دينا شيء فين الدنيا كلها بره ازاي؟ تعال بقى نتكلم جوه. هو انت ما عندكش غير منجم واحد بس، واحد منجم كبير جدا على مستوى اكبر 10 على مستوى العالم، وعانوا كتير جدا وابتدوا من 94. لكن خلينا نتكلم انه ده اللي عندك الوحيد النهارده. الشركه الاخرى اللي معاها رخصه استخلاص هي حمش. بقيت شركات الاستكشاف اللي هي خلينا نتكلم بقى احنا مصنفينهم كده، خلينا نتكلم على مزايده 2006، بتعاني بشكل كبير جدا، متوقفه تماما، وفي منها معروض للبيع. مزايده 2009 بالكامل، وهي اعلى مزايده دخلت ارقام لمصر كاتوات او كبرودكشن شير او لم تنفذ حتى، وتم سحب كل المناطق من الثلاث شركات بدون اي تعويض او بدون حتى اي كانت شطاره، يعني كانت عمليه شطاره مين ياخد ايه. ف الحقيقه الوضع في الذهب للاسف، واحنا وضع غير مبشر يعني. والحقيقه انه الذهب والمعادن النفيسه عندنا في مصر مبشره جدا، يعني بوتنشال جرين فيلدز، يعني لسه في جرين، لسه ايرلي فيز اكسبلوريشن، يعني استكشاف في الاول خالص، لسه في مرحله يعني ده الوضع في مصر، ده وضع الحقول عندنا في مصر. يبقى احنا لازم نجذب نوعيه معينه من الشركات اللي هي الجونيور كومبانيز اسمها كده، وجونيور مش عشان صغيره، جونيور عشان جونيور اكسبلوريشن اكتيفيتيز، ان بتتحرك بسرعه وعندها نو هاو عالي، فتقدر توصل لايه، تبتدي بقى تخش في مرحله استكشافات ومرحله ديفلوبمنت وحاجات زي كده. فاحنا لازم نفهم ان احنا يا جماعه احنا في مرحله ان احنا نجذب الناس، مش معقوله نتكلم على ثروات مش موجوده واحنا لسه استكشفها الاول يا سيدي، وبعد كده بتكلم في اللي انت عايزه يعني. طب حضرتك كم شركه عامله في مصر حضرتك؟ 2 أو 6؟ النهارده احنا بنتكلم في واحد اللي عامله فعليا، يعني فعليا يعني اللي بتعمل، يعني اللي هو انا وانت قاعدين مع بعض بتعمل، بغض النظر عن المستوى يعني الاستكشاف الحقيقي، الرقم الحقيقي 3 الرقم الحقيقي، الرقم الحقيقي لو عايز رقم على الورق 6 على الورق، فانا في الفعل بالظبط. طب حكي، انت كنت طلبت بتنويع عاليه في التنقيب عن الذهب لجذب الاستثمارات، كنت تقصد بايه حضرتك؟ تنويع اليات التنقيب عن الذهب لجذب الشركات. طبعا انا كنت انا اقصد طبعا ان لازم يبقى في بعض الخطوات عشان تبني الثقه ما بين الجهات الحكوميه ما بين المستثمرين. انت النهارده السوق العالمي وحش جدا، في عوامل مضطربه، يعني عوامل اسعار الخامات المتقلبه، عوامل الاقتصاد الكلي، عوامل العرض والطلب، كل ده بيخلي البيزنس ده بيزنس عالي المخاطر. فعشان انت تجذب الناس لازم مثلا تسمح بالسمول سكيل مايننج، اللي هو التعدين بقى الاستخراج على مستوى قليل، بحيث ان انت تدي للشركات فرصة ان هي تعرف تمول من السمول سكيل مايننج. حاجات كتير قوي ممكن تعملها، يعني على فترة قريبة او
حاجة تانية، أنا آسف، أنت عندك خامات دايما حاططها في اتفاقيات الذهب، سواء كانت النحاس، الفضة، الزنك، الرصاص، فين وفين لسه السنة دي عقبال ما اطرح رخصة زنك، عقبال ما اطرح 2015 رخصة زنك منفصلة، رخصة رصاص منفصلة، وده بعد كلامنا على فكرة، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. اطرح نحاس لوحده، اطرح زنك لوحده، اطرح ليد لوحده، واطرح بحاجات جاذبة، لازم تستكشف، لازم الناس تيجي تخاطر وترمي فلوسها في الأرض، لازم تسمح، افتح الأبواب علشان توصل لنتيجة. الحقيقة إن التعدين هو أكبر نشاط في العالم بيعمل تنمية بطريقة أوتوماتيكية، يعني أنت النهاردة نزلت تعمل تعدين تحت بتعمل طرق وبتشغل ناس وبتحصل تنمية أوتوماتيك. فالحكومة مش المفروض إن هي تعمل التنمية دايما بإيديها، لأن أنت بس لما بتفتح العجلة بتدور والأمور بتمشي. وأشهر نشاط في العالم بيعمل كده هو التعدين. حضرتك ده الكلام حضرتك ده يعني ياخدنا لسكه ان التعدين بشكل عام في مصر بيشرف عليه كذا ولايه وكذا هيئه، منها المحافظات، منها المحليات، منها الثروه المعدنيه. هل ده مش بيعمل تخبط في القرارات؟ لا مش كده بس، ده وزارات مختلفة كمان، يعني انت عندك وزارة الاستثمار يتبعها شركة النصر للتعدين وشركة سيناء المنجنيز، وزارة الكهرباء يتبعها هيئة المواد النووية، وزارة الري يتبعها معهد بحوث المياه الجوفية، وخلافه حاجة كتيرة يعني كذا وزارة الحقيقة. طبعا مشكلة، يعني انت لازم يبقى عندك تراست هاوس يبقى ماسك كل الخيوط في ايديه. ولما بنقول شباك واحد على فكرة مش معنى كده انه هتبقى سنترلايزد يعني مركزية، لان انت هتطبق الشباك الواحد ده في كل مكان في الجمهورية، وده مهم جدا. احنا دلوقتي بنتجه ناحية اللامركزية، وده امر مهم جدا. لما بقول شباك واحد لازم اطبق اللامركزية في الشباك الواحد ده نفسه، وده مهم جدا برضو علشان ما تبقاش كل خيوط ممسوكة في ايد شخص او اتنين، او ده كلام مهم لازم يفك الاشتباك، وده ما حصلش في القانون. القانون اللي حصل فيه ان احنا جبنا قانون القديم 86 سنة 56 زائد بعض المقترحات من قانون البنك الدولي زائد بعض المقترحات من الهيئات الحكومية ورجال اعمال، وعملنا قص ولزق للأسف. و في إيجابيات مش كله وحش، لكن خليني أفكر معالي دولة رئيس الوزراء بعده لينا أنه بعد تطبيق القانون لو ما حصلش أنه حصل حركة بشكل كبير في القانون أو في الكاش سايكل بتاعة القطاع التعدين بالكامل، أن احنا نعيد النظر فيه. واعتقد ان 6 شهور وقت مش قليل من تنفيذ اللائحه التنفيذيه، مش القانون بس، القانون. يا ريت بعض المسؤولين برضو يخفوا شويه في تصريحاتهم بانه اتهامات لبلاد سبقتنا في كتير في التعدين زي غرب افريقيا، اتهامات للبلاد ديت ان البلاد ديت بتوزع ثرواتها بالمجان. ما بقاش في بلاد غير مدركة، وما بقاش في بلاد بتوزع بالمجان، ومهما كان مستوى الفساد في بعض البلاد ما بيوصلش للكلام ده أبدا. الحقيقة أن البلاد دي سبقتنا بكتير، وشاركت في المجتمع العالمي وبقى ليها صوت وبقى ليها اسم، وبتشارك في السياسات وفي التشريع. والحقيقة أن احنا في التعدين لا لسه يعني قدامنا شوية كتير قوي الحقيقة. بتاعت المناصرة أو مزيدة 2009 على الشركات. أنا الحقيقة ما حبزش إن أنا أتكلم في حاجة خاصة وإحنا بنتكلم في حاجة عامة بعد إذنك وائل، لأنه الحقيقة ده بيتاخد ضدنا كسيف. أنت والله مش راضي عشان حصل معاك وكذا. لا خالص. المزايدة كلها بتاعت 2009 هي شركات مصرية وشركات روسية وشركات كندية. الظروف اللي حصلت في 2011 صارت 25 يناير، صارت 30 يونيو، الظروف دي كان المفروض انه يعني يبقى في بقى تقدير من المسؤولين على ان الشركات استحملت وفضلت مكمله لغايه الاخر، ده ما حصلش. المفروض يبقى في ادراك للسوق العالمي اللي حصل فيه، ده ما حصلش. الحقيقة أنا كان لآخر لحظة متمسكين يعني في لا إحنا أنا إحنا كنا ممكن إحنا لغاية دلوقتي نقدر، مش عايز أقول نقدر يعني متاح إن إحنا نعمل تحكيم دولي، لأن إحنا شريك كندي، وأنا ما أظنش إن هو ده الحل يعني.
احنا يعني في بعض الامور كده بنضطر نبلع خسارتنا وبنضطر نبقى يعني طبعا طبعا احنا صرفنا على الارض من قبل القانون ما يطلع حوالي 2 مليون دولار طلعنا بيهم 14 نيوز ريليز 14 نشرة بورصية في أكبر بورصات العالم في الذهب والتعدين اللي هي بورصة تورونتو. العالم التعديني شاف مصر وتفاعل جدا مع بعض الأسهم لدرجة أن بعض الأسهم زادت في 4 شهور 700% بس. وده لو في حد بقى يعمل سبوت لايت على الكلام ده ويجيب او شفتوا الشركات دي زادت 700% بتاعتها الاسهم، تعالوا انتوا بقى عشان تبقوا زيهم. لو في حد مدرك وعنده القدرات لهذا الكلام يعني نتمنى نشوف الحد ده ومصر ولاده، وباذن الله كل الامور هتتحل مع الوقت وان شاء الله خير ان شاء الله خير. سؤال اخير، كنا عايزين نعرف حجم انتاجنا من الذهب سنويا كام؟ حوالي 10 طن. سنتين سنوات. العافية يا فندم. شكرا يا وائل.